أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد. دونك هنايا نزولا عند رغبة بعض التلاميذ طلبوا مني ندير لهم امتحان تجريبي. فعلا غندير لكم امتحان تجريبي، نحط لكم في صندوق الوصف ياك، وانتم غادي تخدموه. من بعد ان شاء الله مني غادي تساليوه تكتبوا لي في الكومنتير بلي راكم ساليتوه، نعاد نرمي لكم انا الحل ديالو باش كل واحد يدير مقارنة بداكشي اللي خدم. صافي، كل واحد يدير مقارنة بداكشي اللي خدم. الامتحان انا ديجا خدمته مع التلام ديالي، اللي بيعاود يستبدل راه ماشي مشكل. اشنو فيه؟ هو خاص باش بي سي و سيونس مات، نظرا دابا للاطار المرجعي اللي خرج راكم عرفتوا شنو فيه المحتوى اللي علاش تيهضر. دونك بالنسبه للكيمياء درت فيها التحولات في المنحنيين، يعني حمض قاعده وشويه ديال الاعمده، هذا بيخدموا سيونس مات بي سي ماشي مشكل. ثم درت الموجات، يعني فيزياء النووي ما كايناش فيه، درت فيه الكهرباء داكوغ، الميكانيك ولاش بين نهضر الميكانيك. دابا تشوفوا الامتحان فيه مستوى مائل بواحد الزاوية الفا داكوغ. من بعد كاينة فيه القذيفة، القذيفة يعني كيطيح لي واحد الجسم في شي بلاصة هنا. بالنسبة للداي ديال البي سي يخدمو غير هنا، حيت القذيفة ما عندهمش، يخدمو غير مستوى مائل، يبين واحد العلاقة كاينة تمايا يبينوها ماشي مشكل. بالنسبة لسيونس مات حيت هما اللي طلبوني أصلا، غتخدموه كلو، غتخدمو داكشي كاملو. وكما قلت لكم إن شاء الله مني غادي تساليوه كتبوا لي في لي كومونتير بلي راكم ساليتوه، وغنرمي لكم أنا التصحيح وديروا نتوما ديك الساعة مقارنة. صافي، والله يستر إن شاء الله ويكون خير. وشي وحدين آخرين سولوني على امتحانات ولا تمارين في السقوط في مائع، دابا نخدم معاكم داكشي ان شاء الله. انا دابا راه غادي نبداو في داكشي ان شاء الله تعالى، وراه غادي يكون خير، الله يسر الامر. دونك فوالا، هذا هو الامتحان ان شاء الله اللي غادي نرمي لكم. هذه هي الكيمياء، هنايا شويه ديال الاعمده داكوغ الى اخره. هنا عندي فيه الموجات بطبيعه الحال هما، ثم الكهرباء فيها الضرائر سي ثم ار ال سي، شي عاد جدا. ثم هادي هو اللي قلت لكم انا ميكانيك. فوالا ميكانيك، الناس تي بي سي بيخدم غير الجزء الاول على ا بي، دراسه الحركه المستقيمه على ا بي. اما سيونس مات غادي يخدموه حتى للنهايه ديال الامتحان ديالو. صافي، ومن بعد كما قلت لكم ملي غتساليم وانا نصيفط لكم التصحيح ان شاء الله وديروا مقارنه. فوالا، دونك هادشي اللي كاين ان شاء الله تعالى، هاني دابا نصيفط لكم وديك الساعه خدموا نتوما الناس ديال البي سي وديال سيونس مات. من بعد ان شاء الله العشيه ولا غدا ولا المهم وقت ما ساليتوه كتبوا لي في الكومنتير راكم ساليتوه، وغنصيفط لكم ان شاء الله الحل باش دير مقارنه. الله يوفقكم، الله يسهل الامور. السلام عليكم.